نعود مرة جديدة إلى واشنطن، وضيفنا من هناك إيفان آيلاند، كبير الباحثين في معهد إنديبندنت للسياسات. أرحب بك مجددا سيد إيفان. إسرائيل تظل الحليف الأقوى للولايات المتحدة الأمريكية. لأن معظم الأشخاص في الولايات المتحدة يدعمون إسرائيل. نعم، لكن اليوم على سبيل المثال هذه الزيارة المرتقبة لنتنياهو، هو سيذهب للقاء رئيس تنحى عن السباق الرئاسي، وبالتالي هو رئيس بلا حسابات انتخابية. هل سيغير من الموقف شيئا من الموقف الأمريكي؟ نعم، أعتقد أن زيارة الرئيس نتنياهو إن زيارة نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية سوف يجتمع مع العديد من المجموعات والرئيس بايدن، وأعتقد أن سوف يستمعون إلى رغبات نتنياهو، ولكنني أرى أن الولايات المتحدة سوف تستمر في دعم إسرائيل، ولكن سوف تكون هناك مظاهرات ضد نتنياهو، وسوف يكون هناك بعض الأشخاص في الكونغرس سيقاطعون هذه الجلسة. إذا تم بالفعل الاستقرار على ترشيح كامالا هاريس، يعني مرشحة عن الحزب الديمقراطي، يعني وحال استقر عليها الترشيح، هل تكون سياساتها مختلفة عن بايدن؟ حسنا، إذا تم انتخابها أعتقد أن بانتخابها سوف يستمر الدعم لإسرائيل. نعم، ولكن هي مثل الرئيس بايدن سوف دائما تنظر إلى اعتبارات الأشخاص وإلى السياسات حتى لا يتعارض معها أحد في السياسات. أيضا سوف تعمل على جذب الأصوات، وهناك العديد من الأصوات التي تدعم في فلسطين، ولكن أعتقد أن السياسة العامة لن تتغير كثيرا بقدوم حارس. من أبرز يعني ما صرح به نتنياهو يعني ويرغب بتحقيقه من خلال هذه الزيارة لأمريكا، وهي حشد المزيد من الدعم العسكري، برأيك سيحصل عليه؟ للأسف أعتقد أنه سوف يحصل على المزيد من الدعم، ولكن الولايات المتحدة تضغط على نتنياهو للوصول إلى حل شامل وإنهاء هذه الحرب. إن هذه الحرب يجب أن تنتهي حتى نتجنب المظاهرات في الحزب الديمقراطي، وأعتقد أنها سوف تكون هناك مظاهرات في شهر أغسطس المقبل، لذلك لابد أن يكون هناك مفاوضات جادة، وهذه المفاوضات أعتقد يجب أن تضغط على الرئيس نتنياهو. ما المؤشرات التي توحي بجدية الولايات المتحدة في الضغط على الجانب الإسرائيلي لتحقيق اتفاق وبالتالي وقف إطلاق النار؟ لا أعلم ما الذي يقال خلف الكواليس، ولكن الديمقراطيين لديهم نية في وقف هذه الحرب، وهذه جزءا من مخططات والخطط التي يضعونها في الانتخابات. هناك العديد من الأشخاص في الحزب الديمقراطي لا سيما الشباب يقولون أننا لن نصوت لأي رئيس ديمقراطي طالما أنه يقدم الدعم
الدعم إلى إسرائيل. لذلك فإذا توقفت هذه الحرب وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار فأعتقد أن ذلك سوف يكون لصالح الحزب الديمقراطي. لكن ما الذي يدفعك يعني إلى القول بأن الديمقراطيين يرغبون في وقف لإطلاق النار؟ لأنه عادة ربما تكون هذه النقطة نقطة الاختلاف ما بين الديمقراطيين والجمهوريين. عادة تكون هناك حروب يشهدها العالم عندما يكون الديمقراطيون على رأس الإدارة الأمريكية. أعتقد الرئيس نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب، ولكن الرئيس بايدن يريد إنهاء الحرب، وأعتقد أن الرئيس ترامب أيضا يسعى إلى إنهاء الحرب بعد انتخابه، ولكن ما زال الوقت مبكرا لانتخاب ترامب. المشكلة الرئيسية هنا أن الرئيس نتنياهو لديه محفزات لإنهاء الحرب ولا حتى حركة حماس، لذلك سوف يكون هناك مشكلة كبيرة من أجل إنهاء الحرب. إذا انتهت هذه الحرب فإن نتنياهو سيفقد السلطة وسيفقد الحصانة ويتعرض للمساءلة القضائية، وقد يتم إدانته بارتكاب جرائم من خلال النظام الإسرائيلي والنظام العام الدولي. لكن هل تكفي فقط رغبة الرئيس الأمريكي بإنهاء هذه الحرب؟ لأنه على مدار 10 أشهر من هذه الحرب على ما يبدو نتنياهو أحرج الإدارة الأمريكية عدة مرات، كما أنه لا يستمع لأحد. إنه يسعى من أجل الحصول على مزيد من المساعدات العسكرية. أعتقد أن الإدارة الأمريكية يمكنها أن تضغط على الرئيس نتنياهو من خلال منع توريد الأسلحة، ولذلك فإنني آمل أن تتمكن الإدارة الأمريكية من إقناع الرئيس بنيامين نتنياهو بوضع حل لإنهاء هذه الحرب والقبول بشروط وقف إطلاق النار. وأعتقد أن أيضا من المفيد أيضا أن نقول بأن الرئيس نتنياهو سوف يسعى من أجل الحصول على رضاء الجانبين سواء من الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري من أجل تقديم الدعم له، ولكن في نفس الوقت هو لا يريد أن يفقد مكانته كرئيس لوزراء إسرائيل ويتعرض للسجن كما قلت لك قبل ذلك. هناك خلافات في داخل إسرائيل، إلى أي مدى تأبه أو تأخذها بعين الاعتبار الإدارة الأمريكية مع الآن تصريح يعني عاجل لوزير الأمن القومي وهو يميني متطرف سموتريتش وزير المالية عفوا، هو يقول أن هذه الحرب لن تقف ولن يتم وقف هذه الحرب. نعم، إنه ينتمي إلى الحزب المتطرف، وهذه هي مشكلة نتنياهو. فإن نتنياهو إذا ما أراد أن يستمر في حكومته فإنه يجب أن يحصل على دعم قوي من الحزب اليميني المتطرف، لذلك فإنه لا يستطيع أن يقول لا للحزب اليميني المتطرف، ويريد أن يحصل على دعم كبير حتى لا يتعرض للسجن. ولذلك فإنني أعتقد أن الرئيس بنيامين نتنياهو سوف يستمر في تلبية مطالب اليمين الإسرائيلي ولن يستمع إلى الأصوات المعارضة له أبدا، ولذلك هناك ضغط كبير على الرئيس بنيامين نتنياهو، ولكن هذه هي طبيعة السياسات، وليست هناك أي محفزات في الوقت الراهن لإرغامه على وقف هذه الحرب. إيفان آيلند كبير الباحثين في معهد إنديبندنت للسياسات كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.